حسام والتربيه بمناسبه المولد النبوي الشريف. بس احنا الفيديو اللي نزلناه امبارح اللي هو بتاع يوم كامل باللون الاحمر ده ما كانش في قصدنا اي حاجه والله العظيم. ده هو الفكره جت كده والله. احنا اكتشفنا بعد كده ان انتوا كاتبين ان الكيت كات فرنسي واحنا اصلا ما نعرفش ان هو فرنسي، واحنا طبعا ضد اي اساءه للرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا الناس دي هتاخد جزاء في الدنيا قبل في الاخره. واديكوا شفتوا اللي حصل فيهم قبل اول ما بعد ما عملوا كده حصل فيهم حاجات كتير قوي وحشه، وانتوا اكيد متابعين الاخبار وعارفين. بس احنا والله العظيم انتوا عارفين ان احنا على نياتنا ومفيش اي حاجه احنا بنفكر فيها في الكلام دوت، لان احنا كلنا انتوا عارفين ان احنا بنطلع نهزر ونبسطكم بس، مفيش في قصدنا اي حاجه. وانتوا عارفين ان اكيد اي حاجه تسيء الرسول تسيئنا احنا كمان، فاحنا اسفين على اللي حصل والله، واحنا ما نعرفش ان الموضوع ده هيزعلكم قوي كده. بس ان شاء الله يعني مفيش اي كلام من ده تاني، وان شاء الله مولد نبوي شريف عليكم باذن الله. امين يا رب العالمين. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وارجو اشتراك في القناة وفعل زر الجرس وضغط لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة بوتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.